الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، تقصد بين الصفا والمروة. قال النووي رحمه الله في بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى حل القارن من نسكه، والتفضيل بين أنواع الإحرام، حيث ذكر ترجيح الشافعي رحمه الله ومالك أن الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران، وأن أحمد يفضل التمتع، وأن أبا حنيفة يفضل القران، وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي، والصحيح عندهم عند الشافعية تفضيل الإفراد ثم التمتع ثم القران. وقد ذكرنا أن الراجح تفضيل التمتع ثم القران ثم الإفراد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لأنه ساق الهدي. قال: احتج الشافعي وأصحابه في ترجيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة، وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم. فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره. هذا فيه نظر، لأن لفظ جابر أنه قال: لسنا نرى العمرة، لا نريد إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، فهو يتكلم عن طائفة من الصحابة، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا صراحة. وأما حديث عائشة فهي قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، ولم تذكر أهل بالحج مفردا أما عمرة. وأما من ذكر صراحة أن الرسول أفرد الحج، فيحتمل أن يكون قصد أنه عمل أعمالا واحدة، ليس الإفراد الاصطلاحي، وإنما أفرد بمعنى أنه عمل أعمالا واحدة مفردة، طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا. المقصود بالطواف الواحد هو طواف الإفاضة، والتوسع الواحد الذي سعى قبل عرفة مع طواف القدوم وطواف العمرة. فمعنى أفرد يعني طاف طواف واحد، عمل نفس أعمال الحج المفرد، فيكون المقصود أفعاله. وأما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام فقد نقله أنس سماعا منه بأذنيه وجماعة من الصحابة أنه قرن بين الحج والعمرة. فمن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفردا، لا شك أنه لم يجمع طرق الأحاديث المختلفة، ورواية التمتع قد ذكرها 17 صحابيا، 17 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا، رواية القران أنه رواها 17 صحابيا. يقول: وأما ابن عمر فصح أنه كان آخذا
بخطام ناقة رسول ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع، وأنكر على من رجح قول أنس. كونه آخذا بخطام الناقة ليس في كل الأوقات، وأنس صرح والمثبت مقدم على النافي. وكما ذكرنا لقول ابن عمر أفرد الحج تأويل، وهو أنه عمل أعمال مفردة. قال ابن عمر: كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. نقول قد لبى النبي صلى الله عليه وسلم بحج، لكن كان معه عمرة، حجة وعمرة. وكون أنس كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، هذا في أول أمره، وإلا فأنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. في حجة الوداع كان أنس عمره 20 سنة، وأنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدم المدينة خادما له عليه الصلاة والسلام، وكان عمر أنس في ذلك الوقت 10 سنين. فأنه كان يدخل على النساء مكشفة الرؤوس في أول الأمر، وأما بعد ذلك فلا شك أنه كان بالغا عند حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى أنه كان يلبي بالحج. هذا لا ينفي أنه كان معه عمرة. يقول: أما عائشة فقربها فقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره وفعله في خلوته وعلانيته. هذا الكلام فيه نظر من جهة أن هناك أفعالا كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الرجال لم تحضرها عائشة رضي الله عنها، فإذا نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله وقوله شيئا بحضرتهم لم تحضره عائشة، لم يرجح ذلك بأن عائشة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام. أنس قريب لأنه كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: مع كثرة فقهها وعظم فطنتها، وهذا مما لا شك فيه، ولكن هذا لا يعني يقدح في نقل من نقل أنه كان قارنا. يقول: أما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف، مع كثرة بحثه وتحفظه أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يحفظها غيره، وأخذه إياها من كبار الصحابة. ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا على إفراده، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واختلف فعل علي رضي الله عنه، وثبت أن علي تمتع وقرن. وكون أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفردون، هذه المسألة التي قال ابن عباس رضي الله عنها رضي الله عنهما فيها لعروة، عندما قدم قول عمر وأبي بكر، أبي بكر وعمر، على النبي على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فقول ابن عباس رضي الله عنه المعلوم أنه كان يأمر بالتمتع. الكلام الذي ذكره النووي رحمه الله عن ابن عباس في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك تردد على الصحيح، يعني في من يتأمل الأحاديث أن الرسول كان قارنا كما ذكرنا. أما أن ابن عباس مذهبه تفضيل الإفراد فلا، بل ابن عباس كان يرى أن التمتع لازم لمن طاف بين الصفا لمن طاف بالبيت، وكان يرى أن من طاف البيت فقد حل شاء أم أبى. ولما قال له عروة أن أبو بكر وعمر كان ينهاني عن المتعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمتعة، فقال لعروة لما قال له أبو بكر وعمر كان ينهاني عنها كان يأمر بالمتعة، فقال عروة وأبو بكر وعمر كان ينهاني عنها، قال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فطالما أن الخلفاء الراشدين لم يجمعوا على أمر وخالفوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتمتع وتفضيله وفعل القران من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فلا يحتج بفعل أحد
مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا بقول أحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يدل على الاجتهاد في هذه المسألة، مسألة التفضيل بين الإفراد والقران والتمتع. كانوا يفضلون الإفراد لأجل ما أرادوا من تكثير العمار للبيت طول السنة، لكي لا يزهد الناس في العمرة إذا اعتمروها مع الحج، مع أن إقبال الناس على بيت الله الحرام قد فطر الله عز وجل العباد عليه، ولن يزهد الناس لو تمتعوا في حجهم لن يزهدوا في العمرة، وهذا هو الواقع من أكثر المسلمين الآن بفضل الله عز وجل. يقول: لو لم يكن الإفراد أفضل وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم، فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: تأولوا شيئا كما فعل عثمان رضي الله عنه في الصلاة بمنى أربعا، تأول تأويلا خالف به فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، أنهم كانوا يصلون ركعتين. الباب مفتوح للتأويل ولا عصمه لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وأما الخلاف عن علي رضي الله عنه وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز، وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك، بل الظاهر أن علي رضي الله عنه ومن وافقه فعلوه لبيان الأفضل. يقول: ومنها أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع، وذلك لكماله، ويجب الدم في التمتع والقران، وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره، لفوات الإحرام بالحج من الميقات، لأن الحاج المتمتع يحرم بالحج من مكة. والصحيح أن الدم في التمتع دم شكران ليس دم جبران، ليس دم لنقص وقع في هذه الحجة، بل شكرا لنعمة الله أن يسر له الجمع بين النسكين في سفر واحد. وكيف يكون كذلك وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وألزم به وغضب على من لم يفعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، عندما استنكر الناس أن يذهبوا إلى منى ومذاكيرهم تقطر المني، عندما أمرهم بأن يتحللوا الحل كله بعد العمرة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ممن اعترض على ذلك. فالصحيح أنه دم شكران واجب وليس دم جبران لنقص أو فوات شيء. يقول: فكان ما لا يحتاج إلى جبر أفضل. الصحيح أنه ما جمع نسكين أفضل. يقول: ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع، وبعضهم التمتع والقران، فكان الإفراد أفضل، والله أعلم. أما هذه الكراهية المنقولة عن عمر وعثمان وغيرهما، فقد اتفق العلماء بعد ذلك على عدم كراهية شيء من ذلك. وأما الاتفاق على جواز الإفراد من غير كراهة، فهناك صورة يقول ابن عباس رضي الله عنه بأنه لا يصح فيها الإفراد ولا يجوز، وهو من طاف بالبيت، فيقول: فقد حل شاء أم أبى، ووافقه على ذلك بعض العلماء عبر العصور، يوجبون الفسخ على من طاف بالبيت أولا، حتى طالما أنه طاف طواف القدوم يجعلونه ملزما بأن يفسخ إلى عمره، وأن يطوف بالصفا والمروة ويجعلها عمرة وجوبا عند ابن عباس رضي الله عنه، وعند ابن حزم وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ الألباني، حتى قال الشيخ الألباني بعدم جواز الإفراد، لكن هذا مخالف للإجماع. وكذا يعني من نقل أن هذا قال ابن عباس أخطأ في هذا، فإن ابن عباس لم يقل بعدم جواز الإفراد، وإنما كما ذكرنا قال أن من طاف بالبيت فقد حل، لكن يمكن أن يأتي ولا يطوف بالبيت ويكون مفردا، يأتي إلى منى مباشرة، إلى عرفة مباشرة ويكون مفردا،
فلا نزاع في صحة هذا الإفراد، والإجماع منعقد على جوازه. يقول: فإن قيل كيف وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، وهي حجة واحدة، وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قضية واحدة، عما شاهد يعني. قال القاضي عياض: وقد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث، فمن مجيد منصف، ومن مقصر متكلف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصر مختصر. قال: وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي، فإنه تكلم في ذلك في زيادة على 1000 ورقة، وتكلم معه في ذلك أبو جعفر الطبري، ثم أبو عبد الله ابن أبي صفرة، ثم المهلب، والقاضي أبو عبد الله بن المرابط، والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي، والحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيرهم. قال القاضي ياض: وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها، ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزئ، فأضيف الجميع إليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو أمر بكذا من جهة الإباحة. كلام حسن. يقول: وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأمره به وإما لتأويله عليه، وإما لتأويله عليه، يعني تأول كلاما فهم منه ذلك. الكل قد شاهد أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كل الألفاظ قد سمعوها، فلا شك أن هيئة فعل النبي عليه الصلاة والسلام تتفق مع هيئة الإفراد ومع هيئة القران. لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على إحرامه من يوم أحرم في ذي الحليفة وقد ساق الهدي، وظل على إحرامه بعد أن طاف وسعى بالبيت، ظل على إحرامه إلى يوم التروية، وذهب إلى عرفة على نفس بنفس الإحرام، ورجع بعد عرفة إلى مزدلفة وطاف بالبيت بعد في يوم النحر. لا، فهذا الفعل يتفق مع الإفراد كما أنه يتفق مع القران، ولذلك اختلف من يرى هذه الأفعال في تفسيرها، فيمكن أن يدخل في ذلك شيء من الاجتهاد في تفسير فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوله يحتمل أن يكون البعض سمع بعض الكلمات والبعض لم يسمع البعض الآخر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل بحج، وكان يهل بحج وعمرة، فربما سمع كلمة الحج ومع شدة الزحام ربما لم يسمع لفظا آخر، وربما نسي البعض شيئا. هذا التفسير في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمره للصحابة لطائفة معينة من الصحابة بفعل معين، فهذا كثير جدا في الروايات، كما ذكرنا إن جابر يقول: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. فمن هنا قال من قال أنه قصد بذلك ليه الجميع، وهو إنما قصد طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. فيقول: وأما إحرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فأخذ بالأفضل، فأحرم مفردا للحج، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة. أما هذا ففيه نظر طبعا بلا شك، هذا فيه إلغاء للروايات المصرحة عن جماعة من الصحابة بأنه أحرم بعمرة وحجة. لا، في التمتع إذا كان الدم دم شكران في التمتع فلا يكون واجبا؟ لا، هناك شكر واجب. ليس كل أليست الصلاة شكرا لله عز وجل وحمدا له سبحانه وتعالى وهي واجبة؟ وكذلك عبادة كثيرة كلها واجبة وهي من شكر نعمة الله عز وجل علينا. يقول: أما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به. الصحيح أن كلمة كان متمتعا التمتع العام، لأن التمتع شرعا يشمل التمتع والقران. هناك تمتع وهناك تمتع قران، لأنه يدخل في عموم قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
تمتع بترك السفر بين النسكين. فهذا يشمل القارن ويشمل المتمتع اصطلاحا. القارن يحرم بالعمرة والحج معا من أول الإحرام ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويظل على إحرامه إلى أن يأتي يوم التروية ويذهب إلى عرفة ويعود ويحج يستكمل نسك الحج ويكتفي بطواف واحد هو طواف الإفاضة وسعي واحد إذا يمكنه أن لا يطوف طواف القدوم. لو طاف طواف القدوم فيكون طواف القدوم والعمرة وعليه طواف الإفاضة وسعي الحج والعمرة معا أولا أو آخرا مع طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. فهذا تمتع بترك السفر بين النسكين. والمتمتع تمتع الاصطلاحي قد أحرم بعمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج يوم التروية وبعد استكمال مناسك الحج يكون يعني ويأتي ويذبح الهدي ويطوف البيت ويسعى بالصفا والمروة لحجه فيكون قد أتى بالنسكين وترك السفر بينهما فهو أيضا إيه متمتع. فلفظ التمتع تمتع النبي صلى الله عليه وسلم ليس قصدهم التمتع الاصطلاحي بلا شك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على إحرامه ولم يتحلل من إحرامه بكل الروايات الصحيحة في كل الروايات الصحيحة لم يتحلل من إحرامه إلا يوم النحر لأنه ساق الهدي. إذن كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا معناها كان قارنا والقران نوع من أنواع التمتع. فالتمتع في لغة الشرع نوعان تمتع تمتع وتمتع قران. يقول وأما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية. التمتع في لغة الشرع تفسير الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي تشمل نوعين تشمل نوع التمتع ونوع القران كلاهما يسمى تمتع شرعا لأن في تمتع في اصطلاح الفقهاء وفي تمتع في اصطلاح الشرع. اصطلاح الشرع يشمل الاثنين القران والتمتع لأن كل منهما ترك السفر تمتع بترك السفر بين النسكين. التمتع معناه ترك السفر عن الحج. أما يقول ده كلام ابن القاضي عياض أنه بيرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الإحرام مفردا ثم أدخل عليه العمرة. لذلك يقول أما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي وكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم صار ترك موافقتهم يعني على أن يتحلل فصار صلى الله عليه وسلم قارنا في آخر أمره. الاعتراض على هذه الجزئية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي ابتداء في ليلة الإحرام قبل الإحرام أتاه جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا حديث رواه البخاري. وأنس رضي الله عنه سمعه في ذي الحليفة عند الإحرام يقول لبيك عمرة وحجة عمرة وحجة. إذا كان قارنا من البداية هذا هو الصحيح. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعل الأمر في أشهر الحج لكونها كانت منكرة فهذا كلام صحيح. ولكن ليس هذا فقط هو السبب في فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة قد أبطل عادات الجاهلية في عمره كلها. فعمرة الحديبية أول العمر كانت في ذي القعدة وعمرة الجعرانة عمرة القضاء أقصد الثانية كانت في ذي القعدة وعمرة الجعرانة التي كانت بعد الفتح كانت في ذي القعدة والعمرة التي مع حجته كانت في ذي القعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل بفعله عادات الجاهلية. فهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر
في أشهر الحج لم يكن قارنا إلا لأجل إبطال عادات الجاهلية وليس لأن التمتع هو الأفضل فيه نظر. لذلك قلنا أن الأفضل التمتع ثم القران لأنه نوع من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يعمل العمرة مع الحج وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج بل لأبد أبد. فهذا دليل على أن الأفضل أن تدخل العمرة في الحج، أن يعتمر مع حجته في كل مرة. يقول وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة، وشذ بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة. لا شك أن عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول هو الصحيح بل الصواب، ولا عبرة بشذوذ من شذ في أنه يجوز أن يحرم بالحج وهو لا يزال على إحرام العمرة. ولكن هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي فيه نظر. كما ذكرنا الاتفاق على إدخال الحج على العمرة يعني يحرم بعمرة ابتداء، وقبل أن ينتهي منها يدخل عليه لإحرام الحج، يقول لبيك اللهم حجا كما فعلت عائشة. عائشة رضي الله عنها أحرمت من ذي الحليفة بعمرة وظلت على إحرامها، حاضت قبل أن تأتي مكة، لم تتمكن من الطواف ولا من السعي، لم تتمكن من الطواف لأنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري، قال النفساء، ولم تتمكن من السعي لأنه لا يصح سعي إلا بعد طواف صحيح، فتوقفت ولم تطوف ولم تسعى، فظلت إلى أن جاء يوم التروية وما زالت حائضة، فماذا تصنع؟ فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة، تترك مناسك العمرة وهي على إحرامها، لأن المناسك ليست كسائر العبادات يمكن أن يخرج الإنسان منها بالخروج، مش لما يحصل له حاجة روح جاي سيبها كده. المناسك إذا دخل فيها لم يتحلل منها، ظن أنه خرج أو لم يخرج. في بيقع من بعض الناس أحيانا أن هم يزهقوا مثلا من الزحمة، روح جايين سايبين ولبسين هدومهم وماشيين على إحرامهم إن رجعوا إلى بلاده، يفضلوا على الإحرام ده ملزمين بكل مناسك محظورات الإحرام، ملزمين بكل أحكام الإحرام، مش إن هو رفضه يبقى اترفض، يظل عليه حتى يتحلل منه بما شرع الله عز وجل بالطواف أو بالإحصار إن كان محصرا. الغرض المقصود إن السيدة عائشة رضي الله عنها أدخلت يوم الثامن يوم الترويع على عمرتها إحراما بالحج، فقالت لبيك اللهم حجا، وهي ما زالت على إحرامها بالإيه؟ بالعمرة، فصارت قارنة، فصارت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. طب العكس هل يصح؟ إنسان أحرم بالحج هل يصح أن يدخل عليه عمرة فيصير قارنا بعد أن كان مفردا؟ يقول اختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث اللي هو الذي يرجح فيها القاضي عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأنه أحرم بالحج أولا وأدخل عليه العمرة ثانيا فصار قارنا بعد ذلك. والصحيح كما ذكرنا أنه ابتدأ الإحرام قارنا قائلا عمرة في حجة. يقول ومنعه آخرون وجعلوه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج، ليس هناك ضرورة، قد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية بالقول والفعل، فليس هناك ضرورة، إنما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرن ابتداء كما ذكرنا. لكن ليس هناك ما يمنع إذا جاز إدخال الحج على العمرة، فليس هناك ما يمنع من إدخال العمرة على الحج. يقول قال وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعا أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج، لأن لفظ التمتع يطلق على معان فانتظمت الأحاديث. هذه الكلام الأخير للقاضي عياض هو الصحيح في تسمية فعل النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا، في تسمية فعل النبي عليه الصلاة والسلام متمتعا، لأنه هو قال الروايات الأولى الروايات اللي كان فيها متمتعا محمولة على أنه أمر بالمتعة، لا الصحيح أن كلمة أمر غير فعل،
هو الراجح انه كان متمتعا اي تمتع بفعل العمرة في اشهر الحج وفعلها مع الحج، لان لفظ التمتع يطلق على معان. ايه هي المعاني دي؟ القران والايه؟ والتمتع. يقول: قال: ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك الى مثل هذا، يعني الصحابة نفسهم نرد الروايات المختلفة عنهم الى مثل هذا الجمع مع الروايات الصحيحة انهم احرموا بالحج مفردا، فيكون الإفراد إخبارا عن فعلهم أولا، والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانيا، والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة. يعني يقول في صحابة أحرموا بالحج وكان معهم هدي، وفي صحابة أحرموا بالحج وما كانش معهم هدي. الصحابة اللي أحرموا بالحج وما كانش معهم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيه؟ بالفسخ. فسخ يعني إيه؟ يعني أن يقلبوا إحرامهم عمرة، ويجعلوا طوافهم طواف القدوم وسعيهم الاثنين يجعلوهم للعمرة، ويتحللوا ويجعلوا هذا الأمر عمرة، ويحرموا بالعمرة يوم الثاني. فده أما الذين كان معهم هدي فيظهر أن طائفة منهم أحرمت بالعمرة مع الحج فصارت قارنة، وطائفة ظلت على إحرامها بالحج وكانت ساقة الهدي فلم تتحلل حتى طافت بالبيت. هذا الذي منعهم من الفسخ، وجود الهدي. فإذا وجد الهدي لم يتحلل الإنسان. يقول: فيكون الإفراد إخبارا عن فعلهم أولا، والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانيا، والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعل كل من لم يكن معه هدي. قال القاضي: وقد قال بعض علمائنا أنه أحرم صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا منتظرا ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران، ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الكلام ده ما يحتملش الحديث، هذا الحديث ما يحتملش أنه أمر بالحج أولا. ليه؟ لأنها كانت ليلة واحدة باتها في ذي الحليفة، فبيقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يبقى قطعا كانت ليلة الأحد، لأن الرسول خرج يوم السبت، فما كانش فيه ليلة غير ليلة الايه؟ الأحد، التي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يومها يوم الأحد. فلو أتاه الليلة آت من ربه، فإذا هو قبل أن يحرم، لأنه أحرم بعد الظهر، كان أتاه جبريل عليه السلام وأمره بأن يحرم عمرة في حجة، فلا يصح أنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة. الصحيح أنه أحرم ابتداء بعمرة وحجة امتثالا لأمر الآتي من ربه سبحانه وتعالى. فكيف يقال أنه أحرم إحراما مطلقا؟ ده الأمر كان ابتداء في ليلة العقيق، ليلة الوادي، ليلة المبيت بذي الحليفة، ليلة الأحد 26 من ذي القعدة. يقول: وقد والذي سبق أبين وأحسن في التأويل. هذا آخر كلام القاضيات، هو أحسن تأويل كما ذكرنا أنه كان متمتعا أي التمتع العام الذي يشمل الإيه؟ القران. الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من كان مفردا ولم يسق الهدي فأمر بالفسخ، ومنهم من كان مفردا وساق الهدي فإما أدخل عليه عمرة وإما ظل على إحرامه لوجود الهدي، ومن أحرم بعمرة ابتداء فهو المتمتع ابتداء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ابتداء. قال القاضي في موضع آخر بعده: لا يصح قول من قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا مبهما، لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه. قال الخطابي: قد أنعم الشافعي ببيان هذا في كتابه اختلاف الحديث وجود الكلام. قال الخطبي: وفي اختصاص كل ما قاله تطويل، ولكن الوجيه والمختصر من جوامع ما قال أن معلوما
في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر كجواز إضافته إلى الفاعل، كقولك بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها، وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، وقطع سارق رداء صفوان، وإنما أمر بذلك ومثله كثير في الكلام. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد والمتمتع والقارن، كل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه، فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن فيها. وهناك ما هو أحسن من هذا كما ذكرنا من حمل فعل الصحابة على أنه كان يقصد طائفة منهم وليس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة فحكى عنه أنه أفرد، وخفي عليه قوله وعمره فلم يحكي إلا ما سمع، وده من أحسن الكلام. قال: وسمع أنس وغيره الزيادة وهي لبيك بحجة وعمره، ولا ينكر قبول الزيادة، وإنما يحصل التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه، يعني كأنه يقول أنا سمعته يقول لبيك بحجة فقط، يبقى كده إيه مناقض، وساعتها هنقول المثبت مقدم على الإيه على النافي. يعني لو واحد نفى العمرة يقول لا ده الرسول ما قالش عمرة، يبقى هنا هنلجأ إلى الترجيح. لكن لو واحد قال أنا سمعته يقول لبيك بحجة، طب والعمرة هو ما اتكلمش، يبقى هو ساكت. إمتى يبقى مناقض للي قال لبيك بحجة وعمرة؟ لما يقول قال لبيك حجة فقط ولم يقل عمرة، وساعتها يبقى مسلك الترجيح لابد منه ولا يمكن الجمع، لأن واحد بيقول حاجة والتاني بيقول حاجة ضدها وتناقض، يبقى لابد من الترجيح. يبقى ساعتها نقول المثبت مقدم على الايه على النافي. واحد بيقول انا سمعت بيقول عمرة، يبقى يقول مثلا ما قالش، يمكن انت ما سمعتوش، مع انه ما قالش ان هو ما قالش، ده قال انا سمعت دي، فيمكن ان يكون غيره قد سمع ايه زيادة. يقول: فاما اذا كان مثبتا له وزائدا عليه فليس فيه تناقض. قال: ويحتمل ان الراوي سمعه يقول لغيره على وجه التعليم فيقول له لبيك بحجة وعمرة على سبيل التلقين، فهذه الروايات المختلفة ظاهرا ليس فيها تناقض، والجمع بينها سهل كما ذكرنا، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر اللي كان معه هدي إن هم يكونوا قارنين. وزيك بنقول كيف أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ثم لا يفعله هو عليه الصلاة والسلام؟ دي رواية من الروايات اللي هي رواية عائشة رضي الله عنها، بتقول: فآما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يبقى اللي كان معه هدي أمر ابتداء أنه إيه؟ أنه يقرن. طب ليه إن احنا قلنا ان في بعض من افرد الحج وكان معه هدي ظل على ذلك؟ الحديث سيأتي. لان بعض من ساق الهدي كان جاي من غير ذي الحليفة، كان جاي من اقطار مختلفة، فليس كلهم سمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند ليه عند الاحرام. دول المئة الف اللي كانوا معه عليه الصلاة والسلام مش دول اجتمعوا معه، لكن في طائفة خرجت من المدينة وفي طائفة جت من اليمن زي أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، التقوا فين؟ في مكة، ولم يلتقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة. يقول: الهدي بإسكان الدال، وهدي لغة مشهورة أخرى، الأولى أفصح لهدي وأشهر، وهو اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام. سوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة، يعني يستحب أن يسوق الهدي، لكن أفضل منه أن يشتريه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالأفضل والله أعلى وأعلم أن يشتري الهدي من مكة ولا يسوقه، وإن كان سوقه مستحبا لكن الأكثر استحبابا أن لا يسوق الهدي، الله أعلم. يعني ايه يسوقه؟ يعني ياخده معاه من ساعة احرامه، من ساعة ما يحرم يبقى الهدي معاه ولا يشتريه بعد ذلك.
قول عائشة قوله عن عمرة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حدة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. في الرواية الأخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. قالت ولم أهل إلا بعمرة. قال القاضي إياد اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها فيما أحرمت به اختلافا كثيرا. ذكر مسلم من ذلك ما قدمناه وتصريح جدا أنها أحرمت به بعمرة. وفي رواية لمسلم أيضا عنها خرجنا لا نرى إلا الحج. دي الرواية اللي الشافعي رحمه الله قال عشانها إن عائشة روت الايه الإفراد. وفي رواية القاسم عنها خرجنا مهلين بالحج. وفي رواية لا نذكر إلا الحج. وكل هذه روايات صريحة في أنها حرمت بالحج. لا ليست صريحة، عند التأمل تقول نفعل، نفعل دي ممكن يكون واحد وإيه وجماعة ويقصد جماعة ممن معه أو أكثر من معه، يتكلم عن عن الأغلب كثير زي ما قال جابر رضي الله عنه الأكثر كانوا يهلون بالحج، فذكرت عن الأكثر ولم تقصد نفسها لأنها هي صرحت بأنها أحرمت بعمرة. وما أبكاها إذا كانت قد أحرمت بحج، ما أبكاها أنها لم تتحلل ولا تستطيع الطواف، بلا شك أنها كانت أحرمت بعمرة. يقول وفي رواية الأسود عنها نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. قال ده بتكلم برضو عن كثير من الناس. اختلف قال القاضي اختلف العلماء في الكلام على حديث عائشة، فقال مالك ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قديما ولا حديثا. يعني مالك رحمه الله سلك مسلك الترجيح بعمل أهل المدينة وترك حديث عروة، مع أن عروة من أكثر الناس التصاقا بعائشة. وكما ذكرنا الروايات الأخرى رواية القاسم ورواية الأسود تحتمل تأويلا أنها تتكلم عن أكثر الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقصد نفسها، فقول مالك رحمه الله في ذلك فيه نظر. قال بعضهم يترجح أنها كانت محرمة بحج لأنها رواية عمرة والأسود والقاسم وغلطوا عروة في العمرة، ممن ذهب إلى هذا القاضي إسماعيل ورجحوا رواية غير عروة على روايته، لأن عروة قال في رواية حماد بن زيد عن هشام عنه حدثني غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك، فقد بان أنه لم يسمع الحديث منها. قال القاضي رحمه الله وليس هذا بواضح، لأنه يحتمل أنها ممن حدثه ذلك، وده الظاهر من الكلام أنه سمع عائشة روايات كثيرة جدا. قالوا أيضا ولأن رواية عمرة والقاسم نسقت عمل عائشة في الحج من أوله إلى آخره، ولهذا قال القاسم عن رواية عمرة أنبأتك بالحديث على وجهه. قالوا ولأن رواية عروة إنما أخبر عن إحرام عائشة، والجمع بين الروايات ممكن، فأحرمت أولا بالحج كما صح عنها في رواية الأكثرين وكما هو الأصح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه، ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة. هكذا فسره القاسم في حديثه، فأخبر عروة عنها باعتمارها في آخر الأمر ولم يذكر أول أمرها. ليس بصحيح، الصحيح أن الجمع بما ذكرنا، أن لأن عائشة قالت وكنت ممن أهل بعمرة تصريحا من لفظها أنها كانت أهلت بعمرة، فالصحيح أن كلمة لا نذكر إلا الحج تقصد ما الأكثر ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وقد تعرض هذا مما صح عنها في إخبارها عن فعل الصحابة واختلافهم في الإحرام وأنها أحرمت هي بعمرة، وده الكلام الواضح. فالحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ، فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج فأحرمت، فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة. وقوله صلى الله عليه وسلم أرفضي عمرتك ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منها، فإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج، وإنما يخرج منها بالتحلل بعد فراغها، بل معناه ارفضي العمل فيها، اتركي العمل في أعمال العمرة وإتمام بل معناه ارفضي العمل فيها وإتمام أفعالها،
التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر، وكذلك فعلت. قال العلماء: ومما يؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية عبد بن حميد: وأمسكي عن العمرة. ومما يصرح بهذا التأويل رواية مسلم بعد ذلك في آخر رواية عائشة عن محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، هي عايزة تطوف مرتين وتسعى مرتين، قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك. إذن هي كانت قارنة طافت يوم النحر وسعت بالصفا والمروة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أن هذا يجزيك عن الحج والعمرة معا، فقالت: يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، هم طفوا مرتين وسعوا مرتين وأنا عايزة أطوف مرتين وأسعى مرتين. فأبت، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى أمرا فيه سعى إلا وافقها عليه، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. هذا لفظه. طالما مش معصية ولا مكروه أبت، قالت له: أنا عايز أرجع بيتني، أنا عايز أطوف مرتين وأسعى مرتين. بيقول لها: خلاص أجزائك. قالت له: أنا عايز اتنين، فطالما مش حرام خلاص. فقوله صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة وأنها لم تلغها وتخرج منها، فيتعين تأويل ارفضي عمرتك ودعي عمرتك على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام أفعالها، مش أنها لغيتها خالص، لا، دي العمرة فضلت موجودة لكن أدخلت عليها الحج. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لما مضت مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم: هذه مكان عمرتك، فمعناها أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية، فحصل لهم عمرة منفردة وحدة منفردة. وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة القران، مندرجة في حجة بالقران، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك. يوم النفر اللي هو يوم كام ده؟ يوم النفر اللي هو يوم 13 بعد أن انتهت أعمال الحج. قال: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، طوافك اللي انت طفتيه يوم النحر يسعك للحج والعمرة، أي وقد تم وحسبا لك جميعا وحسب لك جميعا. فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل لباقي الناس، فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مندرجة، غير مندرجة ضمن حجة، فمنعك الحيض من ذلك. وهكذا يقال في قولها: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة، يعني ترجع بحج مشتمل للعمرة، لا هي عايزة عمرة إيه منفردة. عشان كده عائشة في الحقيقة عملت كم عمرة؟ عمرتين، العمرة اللي مع الحج والعمرة اللي المستقلة، وده من أوضح الأدلة على جواز تكرار العمرة، وأن بينهما زمن يسير بينها وبين العمرة الأولانية 3 أيام. انتهت من عمرتها الأولى يوم النحر وعملت العمرة الثانية في ليلة الحصبة يوم ليلة 14 يعني يوم 13 بالليل. لا، عائشة رضي الله عنها صارت قارنة، بدأت متمتعة ثم صارت قارنة. والعمرة اللي بعد الحج ده مش متمتع بقى، اللي بيعمل عمرة بعد الحج ما يبقاش متمتع، بيفضل مفرد. يعني لو واحد أحرم بالحج مفردا وانتهى من الحج تماما وبعد كده عمل عمرة خلاص مفرد، المتمتع لازم يعمل عمرة قبل الحج.
اي طبعا الحديث ده بتاع التنعيم، حرام من التنعيم لاي حد، والا فلا دخل. ده هو خلاص حيضها انتهى حكمه. ان البعض بيقول لك دي خاصه بعائشه، ليه خاصه؟ او خاصه بالحائض، ليه خاصه بيها؟ ما انتهت عمرتها واكتملت، عمرتها قد تمت، دي هي عايزه تعمل عمره مستقله، فهذا ليس خاص بالحائض، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بانه اجزاها الطواف عن الحج والعمره معا، ولكن كانت تريد عمره مستقله فاعتمرت من التنعيم. وفي هذا تصريح يقول وإنما حرصت على ذلك لتكثر أفعالها، عايزة طوافين وسعيين. وفي هذا تصريح بالرد على من يقول القران أفضل، والله أعلم، عشان كده يقول التمتع أفضل، لأن المتمتع بيطوف طوافين ويسعى سعيين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن قضي رأسك وامتشطي، فلا يلزم منه إبطال العمرة، لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعرا، ولكن يكره الانتشاط إلا لعذر. وتأول علماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة بأن كان في رأسها أذى فأباح لها الانتشاط، كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى. وقيل ليس المراد بالانتشاط هنا حقيقة الانتشاط بالمشط، بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج، لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصل غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها، ويلزم من هذا نقضه، والله أعلم. التلبيد بمعنى وضع صمغ أو نحوه على الشعر عند الإحرام، وليتلبد ويجتمع مع بعضه ولا يتشعث، وهذه سنة يعني هجرها أكثر الناس، لا يفعلها إلا القليل، وهو أن يلبد رأسه عند الإحرام بعمرة أو بحجة. الجل ماشي ينفع، الجل ينفع، والصمغ ينفع، واي حاجة تلزق الشعر في بعضه تكون مستحبة عند الاحرام، ولكن اذا كان قريبا من الحج ولن يحلق وانما يقصر، فالافضل ان يجعل التلبيد مع احرام الحج، لان التقصير يشق مع التلبيد، وانما يسن التلبيد في إحرام أطول، والله أعلى وأعلم، يكون عاقبه الحلق. يقول لك ما تهرش في دماغك، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لعائشة ما تهرشيش، ده قال لها إيه؟ امتشطي. لا مش لازم تنزل شعر، ما هو اللي يمتشط ده مش لازم ينزل شعر، للعلم أصلا في شعر بيقع من البني آدم كل يوم تلقائيا 10 شعرات بيموتوا وبيقعوا، فمش أي واحد أنت لو عملت كده دلوقتي هيطلع شعر من غير ما تشد، من غير ما تشد، ولو عملت بالمشط كده من غير شد ولا حاجه ولا يكون مكعبل، لو عملت كده هيطلع ايه؟ بعض الشعرات، مش مثل هذه الشعرات ليست هي نتف الشعر، النتف ده حاجه جامده بتشد بتطلع. فاللي يقول لك لا ما تهرش لحسن لو وقعت شعره تبقى انت عليك دم، لا، الامر اوسع من ذلك. المنهي عنه انه يتعمد نتف الشعر. قولها اما الذين كانوا جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا، هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن، هو طواف الركن، يكفيه طواف واحد هو طواف الركن، وأنه يقتصر على أفعال الحج، وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج. وبهذا قال الشافعي وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة ومالك وأحمد وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة يلزمه طوافان وسعيان، لا قول عائشة صريح، بس ما حدش يظن أن الطواف المجزئ للقارن هو الطواف الأولاني، لا نزاع بين العلماء، إجماع بين العلماء أن طواف الركن هو طواف الزيارة، هو طواف الحج الذي يكون بعد النزول من عرفة. لا يغترن أحد بقول صاحب سبل السلام بأن طواف الإفاضة ليس هناك دليل على ركنيته، ده لا نزاع في ذلك، قول باطل. هذا الطواف هو طواف الركن الذي يكون بعد النزول من عرفة، وأما الطواف الأول فهذا الذي يمكن أن يترك كما تركته عائشة، الطواف اللي هو طواف القدوم واللي يقوم مقام طواف العمرة. وكذلك من أتى من بعيد وذهب إلى عرفة مباشرة، فكان لو كان قارنا أجزأه الطواف والسعي عن الحج والعمرة معا، فليس لأحد أن يترك طواف الركن الذي طواف يوم النحر فما بعده باعتبار انه يكفيه طواف واحد وسعي واحد، يعتبر الاولاني ده سنة او واجب وليس بالركن، ولذلك يقول هو طواف الركن
القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. القول قول أبي حنيفة محكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي والله أعلم. الصحيح أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد، لأن عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك وسعيك أجزأك عن حجك وعمرتك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسعى بعد طواف الإفاضة اكتفاء بالسعي الأول، طافوا طوافا واحدا أي بين الصفا والمروة. بتقول أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يعني إيه طوافا واحدا؟ وهي عارفة إن كل اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام نجوم طافوا طواف الإفاضة وسعوا سعي ليه وسعوا للحج، وبعد كده طافوا طواف أنا قلت أول ما أتى طافوا طواف القدوم وسعوا معه، ثم بعد ذلك طافوا طواف الإفاضة، يبقى طافوا مرتين. فقولها الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا يعني بين الصفا والمروة، لأن ربنا ذكر السعي بين الصفا والمروة بلفظ الايه؟ الطواف. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى سمى السعي بين الصفا والمروة ايه؟ طوافا. لكن هم بلا شك كلهم إلا اللي كانوا أتوا إلى عرفة مباشرة كلهم طفوا للقدوم وللإفاضة، وسعوا سعيا واحدا إما مع الأولاني وإما مع الثاني. عائشة رضي الله عنها ساعت إمتى؟ أول مراحة إزاي؟ مش إحنا بنقول إن عائشة رضي الله عنها امتنعت من الطواف والسعي عشان كانت حائض؟ ليه امتنعت من الطواف عشان حائض؟ لأن الحائض لا تطوف بليه؟ بالبيت. طب امتنعت من السعي ليه؟ لأنه لابد أن يكون السعي بعد إيه؟ طواف. عائشة رضي الله عنها قلنا طافت يوم النحر وسعت يوم النحر، والرسول قال لها: طوافك وسعيك أجزأك عن حجك وعمرتك. طب امال بقيه الصحابه رضي الله عنهم النبي مع النبي عليه الصلاه والسلام سعوا امتى؟ سعوا مع طواف الايه؟ القدوم، زي ابو موسى الاشعري وزي علي بن ابي طالب. بس ابو موسى الاشعري ما كانش معه هدي فتحلل، وعلي بن ابي طالب ما كان معه الهدي فايه؟ فظل على احرامه وصار قارنا. معلش الايه الامر، حديث المناسك فيها صعوبة في البداية، وبعد تدبرها وتكرارها سوف تسهل، وكل منكم سيفهمها إن شاء الله تبارك وتعالى.